الطب البديل يقول إن القدم هي جزء فعال في جسم الإنسان مو بس للمشي، ولكن تخيلوا إن مصدر لجميع ردات فعل الجسم ومشاكله الصحية. ويعتقد إن القدم انعكاس الأعضاء في جسم الإنسان، وفي هذه الفقرة نجاوب على تساؤلات ونطرح لكم فكرة مختصرة عن الطب البديل باستخدام علم المنعكسات وآثاره على الصحة الجسدية والنفسية. تعالوا معنا في هذه الرحلة الطبية. يعتبر علم المنعكسات أو ريفلكسولوجي علاج بديل يقوم على ممارسة الضغط بطريقة علمية على نقاط معينة في اليدين والقدمين والأذنين، واللي تسمى بمناطق ردات الفعل. ومن المتعارف عليه إن هذه الآلية تساعد على التخفيف أو التخلص من مشاكل صحية في مختلف أنحاء الجسم وكمان الذهن، ويحفز الضغط على هذه النقاط المحددة الجهاز العصبي ويولد ممرات للطاقة ممكن تكون مغلقة، وهذا الشيء يحسن ردة فعل العضو اللي تستهدفه في الجسم. علم المنعكسات فعال جدا في علاج مشاكل صحية عديدة، ومن أبرزها الاكتئاب، الغثيان، هشاشة العظام والتهاب المفاصل، ارتفاع ضغط الدم وغيرها. ويرى بعض المختصين أن علم المنعكسات هو علم يعود على الجسم بنفس المنافع اللي تعود عليها خضوعك للتدليك أو المساج، اعتقادا بأن تحفيز الجسم بهذه الطريقة له منافع على أجزاء الجسم وتحسين الصحة العامة، وكمان يساعد على معرفة أو استنتاج المشاكل الصحية اللي يعاني منها الجسم من خلال الضغط على مناطق معينة في منطقة القدم. ويبقى السؤال، هل علم المنعكسات هو علاج حقيقي أو مجرد وسيلة للاسترخاء؟ كل هذا رح نعرفه من خلال فقرتنا في برنامج استوديو SBC.